لكن من بعد البريك مشاهدينا اللي حتى نتابع بحلقتنا لليوم ونحكي حاليا بفقرتنا عن موضوع يخص المراهقين اللي عم بيواجهوا عدد كبير من المشاكل نتيجة عوامل اجتماعية مختلفة، من بين هالمشاكل اضطرابات القلق اللي عم تنعكس بشكل سلبي على حياة كل مراهق. لهيك اليوم بلقائنا رح نضوي على أبرز هالاضطرابات، نتعرف على أسبابها وهل ممكن معالجتها مع ضيفتنا أنجيلا برهوش، معالجة نفسية ومشرفة عيادية في برين ستيشن كلينكس. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي ميرسي، اهلا وسهلا فيكي وبالمشاهدين. ثانك يو. اهلا وسهلا فيكي اليوم عبر شاشتنا، شاشه سبورة تي في، لحتى نحكي مثل ما قلنا عن موضوع القلق اللي عم بيعاني منه كثير من المراهقين. ولكن بالبدايه اذا بدنا نعرف اكثر عن مفهوم القلق وليش عم يتم تصنيفه تحت خانه اضطرابات علم النفس. اكيد. فنحن بنعرف التوتر أو الستريس هو ردة فعل جسدية بتصير وقت عقلي يشوف أنه أنا بخطر. تنعتبر أنه أنا هلأ مثلا بمكان وحسيت حالي أنه أنا بخطر، وعقلي وجسمي بدون يجربوا قد ما بيقدروا يكونوا عم بيساعدوني لحتى أنا أتأقلم مع الموقف أو أنا حارب هذا الموقف. بس عقلي يشوف انه انا بخطر، عقلي بده يجرب يحميني، بصير في ردة فعل جسدية. عقلي بيطلب من جسمي يكون عم بيعمل ردة فعل، مثلا كما هيك نحن بس نتوتر قلبنا بصير عم بدق بسرعة لأنه ضغط الدم بيعلى والجسم بحاجة لأكسجين أكثر، كما هيك قلبي بصير بدق بسرعة، بصير في عنده ضيق نفس. حتى كمان في أشخاص وقت يتوتروا بصير معدتهم توجعهم، أو أشخاص في أشخاص كمان بيمرضوا، وهذا بيرجع لسبب أنه المعدة بتوقف عملية الهضم وبتجرب تبعت طاقة أكثر لكل أعضاء جسمي، وعلى هذا الأساس كمان عضلاتي بيتشنجوا، بصير في عندي نظرة مركزية، وعلى هذا الأساس أنا وبالموقف اللي خطر عم بحس فيه عم بيشكل لي الستريس، أنا يا بحارب الموقف أو بهرب منه، أو مثلا أنا بوقف بمكاني. نحن بنسميها fight flight or freeze response. الستريس أو التوتر هو ردة فعل جسدية لأنا أكون عم بحارب الموقف اللي أنا فيه، حاسة فيه أنه أنا بخطر. تمام. هلا بالنسبة للسؤال الثاني، نحن بنعرف أنه التوتر مش دايما هو شيء منه منيح. يعني نحن أوقات بحياتنا اليومية بحاجة لنتوتر، نحن بنسميه الجود ستريس أو الجود أنكزايتي، وهذا الشيء مثلا بيعلي لنا الاندفاع او بيعلي لنا الانرجي لنحن نكون عم نقوم بشغله معينه. يعني مثلا اذا انا عندي فحص وانا لازم احضر له لهذا الامتحان، التوتر بيساعدني انه انا كون مندفع اكثر، بيكون عندي طاقه اكثر ادرس لهذا الامتحان. ولكن وقت التوتر يكون عم بيزيد عن حده ببلش ياثر على حياتي اليوميه، عم ببلش ياثر على علاقاتي مع العالم، على درسي، على علاقتي باهلي، على الأداء، الأشياء اللي أنا بدي أقوم فيها بحياتي اليومية كشغلة كالمدرسة. هون نحن منشخص اضطراب القلق، منصير منعتبر أنه القلق هو نوع من الاضطراب لأنه عم بيصير يأثر على حياتي اليومية. عم بحس فيه أنا للتوتر بمعظم الأوقات ولأكثر عدد من الأيامات. تمام. معناته اليوم نحن بحديثنا رح نركز على هاي الاضطرابات، اضطرابات القلق. أكيد. وخاصة مثل ما قلنا عند المراهقين، فإيش هي أبرز أنواع هاي الاضطرابات اللي عم بيعاني منها المراهقين؟ أكيد. تحديدا أكيد. بس أنا حبيت أول شيء هيك بس سلط الضوء على شغلة كتير أساسية، أنه نسبة التوتر الموجودة عند المراهقين بتتراوح من 8 لـ 31%. فنحن بنعتبرها نسبة منا كتير عالية ولكن منا خفيفة أو معتدلة. يعني بدنا نعتبر تقريبا بين كل 5 مراهقين على القليلة شخص أو شخصين معقول يتشخصوا بقلق التوتر أو اضطراب التوتر. ونحن كمان بنعرف انه البنات يشخصون اكثر باضطرابات القلق اكثر من الصبيان، وهذا بيرجع لعده عوامل حسب الدراسات العلميه، عوامل بيئيه وعوامل حتى بيولوجيه. هلا من اكثر الاضطرابات الشائعه اللي نحن بنشوفها عند المراهقين، اول شيء في عندنا قلق الاجتماعي او اضطراب القلق الاجتماعي او التوتر الاجتماعي اللي نحن بنسميه سوشيال فوبيا او سوشيال انكزايتي. تمام. الانواع الثانيه. اكيد. انواع الثانيه في عندنا كمان performance anxiety،
في عنا كمان تيست انزايتي، وفي عنا جنرالايزد انزايتي ديس اوردر، يعني في عنا قلق الاداء، قلق الامتحانات، وفي عنا القلق المعمم، وقت الشخص هون بيكون عم بيعطي الهم كل شيء بحياته تمام، معناته هلا رح ندخل تقريبا. بتفاصيل كل نوع من هالاضطرابات. إذا بدنا اكيد نحكي بالبداية عن التوتر أو مظبوط. القلق الاجتماعي، خلينا نبلش فيه. إيش من الأبرز المسببات لإله؟ شلون عم تظهر العوارض على الشخص لحتى نعرف إنه هذا المراهق هو معه اضطراب أو توتر القلق الاجتماعي؟ أكيد. نحن بنعرف بالقلق الاجتماعي المراهق بيكون كتير بيعطي الهم المواقف الاجتماعية، ما بحب يكون بموقف اجتماعي لأنه دايما بيعتقد إنه الآخرين بدهم يكونوا عم بيحكموا عليه، هو كتير بيعطي الهم إنه يكون بموقف اجتماعي. إذا بدك يكون حدا عم بيحرجه أو حدا عم بيذله، وهذا الشخص كمان كتير بيعطي الهم انه غير اشخاص بالموقف الاجتماعي يعرفوا انه هو كمان عم بيتوتر. الشخص بيصير في عنده كمان عوارض جسدية، دقات قلب سريعة، وجع معدة، يمكن يمرض حتى كمان في حال عنده موقف اجتماعي هو عارف قبل بوقت انه بده يكون موجود بهذا الموقف، هذا معقول يأدي لانه المراهق يمرض كمان قبل بليلة من ما يروح على الظهرة. تمام، طيب التأثيرات النفسية خلينا نقول على المراهق شلون عم بتبين؟ صح أكيد. هلا نحن بنعرف إذا بدنا نحكي كيف عم ببين تأثيره على المراهق، أول شيء معقول المراهق كثير يكون عم يتجنب العادات الاجتماعية، معقول يكون يضل معظم أوقاته بقلب البيت، وأكيد هذا معقول يكون عم بيأثر على ثقته بحاله وحبه لذاته، وهذا الشيء كمان حتى لو هو بيقدر يكون عم بيظهر على موقف اجتماعي، معقول مثلا بقلب القعده ما يكون كثير عم بيحكي او ما يكون كثير عم بيشارك، يمكن يلهي حاله بالتليفون تبعوله، او مثلا يفضل انه ما يكون عم بيشارك ابدا بالحديث. ونحن كمان بنعرف انه القلق الاجتماعي معقول يعلي شوي الاستعداد عند المراهق انه يكون عم بيفترجي من عوارض الاكتئاب ازواج. تمام، معناته هاي المعلومات اللي عم بتخص القلق الاجتماعي. إذا بدنا ننتقل للنوع الثاني اللي هو قلق الأداء، أكيد كمان شلون عم نعم بيبين هذا على المراهق؟ شلون أو إيش المسببات اللي عم تؤدي إنه هذا المراهق أكيد يعاني من قلق الأداء؟ أكيد. القلق الأداء بيشبه شوي السوشيال انزايتي، الشخص هون بيكون عم بيعطي الهم أدائه، يعني أكثر شيء معظم الأوقات بيكون عم بيعطي الهم أدائه، إن كان قدام أصحابه مثلا إذا بقلب بالصف بده يلقي خطاب أو بده يكون عم بيعمل برزنتيشن، كمان معقول يعطي الهم أدائه، حيصير يفكر شو بدهم يقولوا عني، بركي أنا ما كنت جيد بما فيه الكفاية، بركي أنا حغلط بالحكي قدامهم. حتى كمان بنشوف نحن كثير من المراهقين بيمارسوا نوع من الرياضة، بس كمان المراهق بيكون كمان عم بيعطي الهم أدائه الرياضة قدام العالم وكيف حيكون كمان، وبيعطي الهم إنه حدا يحكم عليه. هلا مسبباته علميا نحن بنعرف انه ما في عنا سبب رئيسي علميا لليه معقول الشخص يكون عم بيفرجي قلق الاداء. نحن بنعرف انه في عنا عوامل وراثيه وفي عنا عوامل بيئيه بتاثر على الصحه النفسيه عند المراهق، مثلا اذا انا اوريدي اهلي بيعتلوا هم كثير اوريدي بالبيت، فهيدا يعتبر عامل وراثي، انا ورثت استعداد ليكون عم فرج عوارض التوتر. نفس الوقت كعوامل بيئيه، اذا انا اهلي كثير بحبوا الاشياء تكون بيرفكت، يعني اهلي بحبوا الاشياء تكون مثاليه، ممنوع اغلط، انتبهي من حكي العالم، لازم دايما تكوني يكون ادائك دايما رايت، ما لازم تكوني عم تغلطي، بحطوا كثير بريشر علي. او مثلا المراهق تنقول تعرض ليوم من الايامات للتنمر اللي نحن بنعتبره اكيد حدث صادم، وبنعتبره كمان حدث مفجر بخلي يكون من التوتر عم بيزيد بعد اكثر واكثر، فهذه هي معقول تكون اسباب ليش الشخص معقول يفرجي قلق الاجتماعي او قلق الاداء، واكيد ما في عندنا سبب رئيسي معين، هن اكثر عوامل وراثيه وعوامل بيئيه بتاثر على الصحه النفسيه للمراهق. تمام، طيب هي الصحة النفسية للمراهق شلون عم تتأثر؟ يعني لما عم بيشوف هذا الضغط الكبير، إن كان من الأصدقاء، من العائلة، من المجتمع أكيد. اللي حواليه، شلون عم يتأثر سلبا؟ أكيد عم بيكون هذا التأثير على صحته النفسية.
أكيد. سو هو المراهق دايما حيكون عم بيفكر ويحس بمحل من المحلات، ويكون عنده فكرة عن حاله انه هو منه جيد بما فيه الكفاية، وانه انا مثلا شخص ما بقدر، غيري احسن مني. بيصير المراهق دايما كتصرف دايما دايما بيكون عم بيقارن حاله بغيره، واكيد المقارنة هي اللي بيكون عم بتأثر بعد سلبيا على حبه لذاته وعلى ثقته بحاله. تمام، ننتقل هلا للنوع الثالث كمان اللي ذكرتيه أنجلا، اللي أكيد هو قلق الامتحانات، اللي أكيد كل الأشخاص كل ما يسمعوا كلمة امتحان فعم بيكون في هذا التوتر، مزبوط، ولكن كلنا هيك. صح، ولكن لما يتحول لحالة قلق عند المراهقين شلون عم بيكون؟ يعني أكيد إيش الأسباب اللي عم تخلي مثلا حدا من الطلاب أو مجموعة من الطلاب هنا يعانوا من هذا القلق بسبب الامتحانات أكثر من غيرهم؟ أكيد. هلا نحن بنعرف مثل ما ذكرت بأول لقاء انه نحن اوقات في عنا توتر نحن بنسميه اكيوت ستريس، يعني هو توتر طبيعي. يعني انا طبيعي قبل 5 دقائق من الامتحان كون عم بتوتر، ولكن وقت انا قبل بليله من الامتحان كثير بتوتر وبمرض، وخلال انا وعم بعمل الامتحان كمان كثير بتوتر. اكيد نحن هون بيكون في عنا تست انكزايتي اللي بنسميه قلق الامتحانات. سو هون الشخص خلال الامتحان هو عم بيعمل الامتحان لانه بيكون كثير موتر، وبيكون عنده فكره سلبيه انه انا ما حانجح، انا ما حاعمل منيح، انا حانسى معلوماتي. بيتوتر المراهق خلال الفحص، وعلى هذا الاساس النتيجه بتكون انه المراهق بينسى المعلومات، ما بيكون عم بيقدر يركز، واكيد هذا بينعكس سلبيا على ادائه بالمدرسه، لانه الاداء بالمدرسه اكيد ما بيكون عالي اذا بدك، او ما بيكون مثل ما المراهق حابب انه يكون. يعني انا بعرف وبشوف عندي كثير من المراهقين كثير بيدرسوا وبيعملوا اوفر بريبريشن لدرسهم، ولكن بيعملوا هن اوفر بريبريشن كردة فعل من التوتر، وبس كثير يكونوا عم بيحضروا للامتحان هذا الشيء كمان بينعكس بطريقة سلبية على أدائهم، لأنه معقول يكونوا عم ينسوا المعلومات وما بقى يكونوا عم بيركزوا بقلب الامتحان، وكمان ينسوا وصاري ويأثر على أدائهم أنهم يمكن يرسبوا الامتحان أو ما يجيبوا علامة هن كانوا موقعينها. تمام، كمان هذا الشيء ممكن يكون سببه الأهل إنه عم يحطوا ضغط على الأولاد إنه لازم تكون أكيد العلامة عالية، أو في مسببات صح تانية كمان ممكن تخليني يحسوا مزبوط بهذا القلق. مزبوط. سو مثل ما قلنا في عنا عوامل وراثية وعوامل بيئية بتأثر. أنا إذا أهلي كتير بيعتلوا هم قدامي بصير أنا بتعلم منهم، بعتل هم مثلهم، وكمان إذا أهلي بحبوا يكون تكون الأشياء بيرفكت بحياتهم، يعني مثلا ليك خيك عم بجيب علامات عالية أنت ما عم بتجيب، ليه رفيقتك جابت 19 من 20 انت جبت 15 من 20؟ سو وقت يكون في دايما مقارنه والاهل كثير يحطوا ضغط على المراهق، اكيد هذا حيكون عم بيعلم من الاستعداد انه يكون عم بفرجي تست انكزايتي، مش بس كمان من الاهل كمان من الاساتذه، لانه للاسف اوقات بعض الاساتذه كثير بيقارنوا التلاميذ بقلب الصف بغير التلاميذ، وبحسسوا التلميذ انه هو ما بيقدر، انه هو شخص فاشل، وانه هو منه جيد بما فيه الكفايه. مع الأسف يمكن هذا الشيء كمان هون بالمجتمع الشرقي أكيد عندنا، إنه النجاح هو صح فقط بالدراسة، عم ينسى وحتى المجالات التانية اللي ممكن أي شخص ينجح مزبوط فيها ويبدع. طيب صح. خلينا ومع إنه الأهل سوري مع إنه الأهل لازم دايما يتذكروا إنه علميا الدراسات العلمية أثبتت إنه علامات الشخص بالمدرسة ما لها أي علاقة إذا الشخص لبعدين حيكبر وحيكون ناجح أو مش ناجح بحياته، صح وهذا الشيء نحن كثير بنشوفه يعني كثير كلنا بنعرف اشخاص كانوا كثير شاطين كثير 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 شاطين بالمدرسه، ولكن بنجي بنطلع على حياتهم بالمستقبل شو عملوا وشو انجزوا، بنلاقي انه انجازاتهم يمكن كانت قليله، والاشخاص اللي ما كانوا كثير يدرسوا والما كان كثير يعني لهم الدرس هن الانجح تقريبا بالمجتمع. سو العلامات اكيد منا مقياس انه اذا انا لازم اكون ناجحه بحياتي او ما ناجحه بحياتي. صحيح. طيب اليوم هذا المراهق ايش الشعور اللي عم بيعيشه بهاي الحالة لما عم يتوتر كتير، لما عم بيحس بهذا الضغط الكبير، ايش المشاعر خلينا نقول اللي عم بيعيشها وعم تتأثر نفسيته فيها؟ أكيد. سو هذا معقول يأثر على حبه لذاته، يعني كيف أنا بشوف حالي كيف أنا بقدر حالي، سو حيخلق له تقدير للذات كتير سلبي. الشخص المراهق ما بقى حيكون عم بحب حاله، حيعتبر حاله أنه هو شخص فاشل، انه هو منه جيد بما فيه الكفايه، انه انا مني محبوب، غيري احسن مني، واكيد هيدي المشاعر السلبيه تجاه حاله حتخليه يكون عم بحس كثير بالذنب،
نفس الوقت كمان هيدا معقول يعلي الاستعداد لبعدين، انه المراهق بعمر 20 سنة او 21 سنة يكون عم بفرجي عوارض الاكتئاب. تماما. ننتقل هلا للنوع الرابع والاخير من الانواع اللي اكيد ذكرناها لليوم، اللي هو القلق اكيد المعمم. كمان نحكي اكيد عن المسببات لهذا النوع من القلق والعوارض شلون عم تظهر على المراهق. أكيد أكيد. So الـ generalized anxiety disorder هو وقت المراهق يكون تقريبا عم بيعطي الهم كل شيء بحياته اليومية، وبيعطي الهم خلال فترات كتير طويلة بالنهار، وحتى كمان على معظم عدد من الايامات. حتى بيعطي اهميه للاشياء الصغيره، يعني بيعطي الهم الاشياء الكبيره على قد ما بيعطي الهم الاشياء الكبيره. يعني معقول المراهق يكون عم بيعطي الهم اذا حيتاخر على عيد ميلاد رفيقه على قد ما بيعطي الهم مستقبله، على قد ما بيعطي الهم درسه، على قد ما بيعطي الهم امتحاناته، علاقاته باصحابه. وكمان المراهق دائما بيخاف من المجهول، سو دايما عنده فكره انه انا دايما بده يكون عم بيصير معي بالمستقبل شيء منه منيح لإلي، سو دايما بيعطي الهم المجهول، وبيعتبر بنظره القلق او التوتر الورينج اللي نحن بنسميه او الاوفر ثينكينج هو كوبينج ميكانيزم، يعني اليه دفاعيه لحتى انا اتاقلم مع التوتر. سو بيصير بنظره انه انا كل ما اتوتر وكل ما اعطي الهم كل ما بكون انا عم بقدر حل مشاكلي اليوميه. وبالنسبه للاسباب مثل ما قلنا، اكيد اذا الاهل بالبيت بيكونوا كثير دائما عم بيتوتروا قدامه للمراهق على عمر صغير، بيكون عم بيتعلم كيف عم بيعطي الهم. سو انا اذا بشوف اهلي عم بيعطوا الهم بصير بتعلم منهم، بصير بتعلم انه انا الطريقه الوحيده لحل مشاكلي هي مش انه اكون عم بفكر بحل، ولكن اكون عم بعطي الهم. سو هن مثل they feel safe، اذا بدك بحسوا حالهم انه هن امنين اكثر بامان اكثر وقت يكونوا عم بيعطوا الهم. واكيد مثل ما قلنا في عنا عوامل وراثيه بتعلي الاستعداد للشخص انه يكون عم بفرجي اضطراب قلق المعمم. تمام. هذا القلق الكبير اللي مثل ما قلتي بالامور البسيطه وبالامور الكبيره كمان، شلون عم يتاثر فيها المراهق؟ أكيد هذا التأثير بيكون كتير إذا بدك صغير على المراهق، لأنه بيكون عم بيعطي الهم أبسط 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 الأشياء بحياته، بضل دايما خايف، دايما عم بيعطي الهم أشياء أسوأ تكون عم بتصير بحياته. وأكيد هذا حيأثر على علاقاته مع أصحابه. نحن بنعرف لأنه عمر المراهق عمر كتير كتير صعب، يعني المراهق هون بيكون عم بيكون شخصيته، عم بيكون أصحابه، يمكن علاقاته العاطفية، فهذا كله بيأثر سلبيا حتى على علاقته العاطفية، لأنه دايما بضل كل الوقت عم بيعطل أهم، وبصير في كتير تجنب لأنه يظهر هذا الشخص من برا البيت، أو حتى كمان يكون عم بيروح على المدرسة إذا كتير عم بيعطل هم أدائه بالمدرسة وهم الأساتذة، فمعقول كمان يتجنب الروحة على المدرسة. تماما. طيب من بعد ما حكينا عن الأسباب والعوارض، أكيد الأهم هو أنه نحكي عن طريقة العلاج، العلاج النفسي لهذه الأنواع من الاضطرابات. هل هي نفسها لكل الأنواع أو لا كل نوع من الاضطراب له طريقة معينة بالعلاج؟ أكيد. نحن علميا في عنا أكثر من نوع علاج، ولكن أثبتت الدراسات العلمية أنه أكثر نوع علاج ناجح وأكثر نوع علاج مثبت علميا وفعال هو العلاج المعرفي السلوكي اللي نحن بنسميه Cognitive Behavioral Therapy CBT. سو بالعلاج المعرفي السلوكي هو مثل ما قلنا الانجح انه يكون عم بيعالج الاضطرابات النفسيه او الاضطرابات الشخصيه، خصوصا اضطرابات القلق او التوتر. سو نحن بالعلاج المعرفي السلوكي اذا بدك الثيري بتقول انه حسب طريقه الشخص تحليله للموقف اللي هو فيه بياثر على مشاعره اللي بتاثر على تصرفاته. يعني انا افكاري لها علاقه بمشاعري، لها علاقه بتصرفاتي. صح. اعطيك اكزامبل عن القلق الاجتماعي. سو بتكون الفكره، تنقول انا هلا موجوده بموقف اجتماعي، الفكره بتكون انه انا عطلانه هم غيري يكون عم بيحكم علي. سو عاده افكارنا يا بيكونوا عن حالنا، يا بيكونوا عن غيرنا، يا بيكونوا عن مستقبلنا او عن العالم اللي نحن عايشين فيه. سو عنده قلق اجتماعي بيكون عنده فكره عن حاله انه انا ماني جيد بما فيه الكفايه، وفكره عن غيره انه غيري بده يكون عم بيحكم علي. سو بس تجي هيدي الفكره السلبيه بياثروا على مشاعري، سو هون انا بصير بتوتر، بصير اعمل ردات فعل جسديه، يمكن قلبي يصير عم بدق بسرعه، معركة توجعني لأنه أنا عم بحس حالي أنه أنا بخطر. وعلى هذا الأساس بيصير في عندي unhelpful behavior، يعني أنا بتصرف
بطريقة أكيد ما بتكون عم بتساعدني لحتى أكون عم بتخلص من التوتر أو أكسر الخوف والتوتر، بس معقول مثلا أتجنب الظاهرة أو ما أروح عليها. بالعلاج لكن المعرفة السلوكية مع المراهقين نحن بنشتغل على أنه نغير طريقة تصرفاتهم، لأنه علميا أهون نكون عم نغير أول شيء طريقة التصرفات، نرجع منغير الأفكار ومنحربها، وعلى هذا الأساس بيكون التوتر عم بخف وبصير الشخص بيقدر يتأقلم بحياته اليومية وبيتعلم coping mechanisms، يعني healthy coping mechanisms أو آليات ليكون عم بحارب التوتر، آليات صحية أكثر لحتى يكون عم بيتخلص من التوتر. لأنه نحن سوري علميا بنقدر نكون عم نعالج التوتر تقريبا 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 بنسبة كتير عالية، يعني نسبة بتعدى 90%. حلو كتير، أكيد ما نسبة قليلة وخاصة أكيد بالمرحلة الصعبة خلينا نقول اللي عم بيمر فيها المراهق، فهي أكيد أكيد كتير مفيدة له بالمستقبل. أنجلا، بما أنه حكينا كمان عن دور الأهل بتكوين هاي الاضطرابات، خلينا نعمل مقارنة بالتصرفات أو أكيد بالبيئة اللي عم بيعيشوا فيها أو الشيء اللي عم بيعيشوه للأولاد، إن كان بطريقة التأثير السلبية، وشلون ممكن تكون صح الطريقة الصحيحة لحتى ما يعيشوا أولاد المراهقين بهذا التوتر. أكيد. سو مثل ما انا ذكرت انه نحن في عندنا عوامل وراثيه وعوامل بيئيه بتاثر على الصحه النفسيه عند المراهق، سو نحن في عندنا شيء بالدراسات العلميه او بالعلم بنسميه ريسك فاكتور او بروتكتيف فاكتور. سو ريسك فاكتورز هن العوامل اللي بتكون عم بتعلي الاستعداد انه الشخص يكون عم بيفرجي او المراهق يكون عم بيفرجي اضطرابات نفسيه او عوارض من اضطراب نفسي معين. في عندنا بروتكتيف فاكتورز هن العوامل اللي بتحمي المراهق انه ما يكون عم بفرجي عوارض لاضطراب نفسي معين او اضطراب القلق. سو انا اذا الاهل عندهم استعداد وراثيا للتوتر، ولكن كمان بنفس الوقت الاهل عم بيزيدوا الاستعداد بقلب بيئتهم انه دائما بحطوا بريشر على المراهق، بدهم الاشياء تكون مثاليه، ممنوع الولد يغلط، بيعلموه انه ما لازم انت تغلط بحياتك، دائما بمحل من المحلات اذا بدك بيتنمروا عليه بطريقه الحكي، بحسسوه انه هو ما له عازه او ما له فايده بالحياه او ما له قيمه. اكيد هون حيكون عم بيخلق المراهق استعداد كتير كبير ليكون عم بفرجي اضطرابات نفسية معينة. ولكن إذا الأهل كانوا أكثر بطريقة تربيتهم متفاهمين، بيشجعوا الولد منهم هالقد perfectionist، بيسمحوا للمراهق إنه يكون عم بيغلط، يقولوا له ما عليه فيك أنت تغلط، ما بيقارنوه بين أخواته بين أصحابه، بيدعموه بيخلوه يعبر عن مشاعره، أكيد هون بيكون في عنا بيصير في عنا protective factors اللي معقول تخفف من النسبة إنه المراهق يكون عم بفرجي اضطراب نفسي معين. أكيد أنجلا توضحت الصورة حول أنواع الاضطرابات اللي أكيد عم بيعانوا من المراهقين، ولكن بختام حديثنا وبنصائح أخيرة تحبي أكيد توجهيها للأهل لحتى ممكن يساعدوا الأولاد اللي عم بيعانوا من هاي الاضطرابات بنجاح العلاج أكيد النفسي اللي عم يخضعوا له. أكيد. سو أهم شيء الأهل لازم يتذكروا إنه ما في شيء مثالي بالحياة، مثل ما حضرتك كنت عم بتقولي إنه عنا بالمجتمع كتير الأهل بحبوا، يعني it's a cultural factor، كتير الأهل بحبوا الأشياء تكون مثالية ودايما الولد بده يكون كتير مهذب كتير شاطر كتير ذكي، وكتير بحطوا ضغوطات عليه. سو أول شيء الأهل لازم يعرفوا إنه ما في شيء بيرفكت بالحياة، ما عليه إذا غلطوا أولادنا، بالعكس الغلط شيء كتير مهم وكتير منيح إنه يكون عم بيصير بحياته للمراهق لحتى يتعلم من غلطه ويكون عم بقوي حاله لبعدين. كمان الأهل ما لازم يكونوا عم بيقارنوا المراهق بابنهم الثاني أو ببنتهم الثاني أو مع رفيقه بالصف، لأنه كمان المراهقة سوري المقارنة معقولة تكون عم بتأثر على حياته اليومية للمراهق. حتى كمان الأهل لازم يكونوا كتير عم يدعموا المراهق، بمعنى إنه متى ما بيشوفوا في نقاط قوة عند المراهق يكونوا عم بيشجعوا عليها أكتر يدعموه أكتر، حتى كمان ما كتير يعيطوا عليه أو يحسسوه بالذنب إذا هو عمل شيء تصرف ما كان لازم يتصرفه. وأهم شغلة واللي هي كتير أساسية إدارة المشاعر، إذا بدك كمان إنه يكون في عنا إدارة للمشاعر بطريقة كتير صحية، إنه المراهق أو على عمر صغير
يكون عم بيتعلم، يكون عم بحس بمشاعره بطريقة صحية أكثر، ويعبر كمان عن مشاعره بطريقة صحية أكثر، ويكون عنده الشجاعة إنه يخبر أهله أنا هلأ متضايق، أنا هلأ زعلان، ساعدوني شو بدي يكون عم بعمل. سو كل ما نشجعه نحن إنه يكون عم بيعبر عن مشاعره أكثر، كل ما أكيد حيكون في عنا protective factors أكثر وأكثر. أكيد. ميرسي كتير أنجلا على كل المعلومات القيمة اللي Thank you شاركتينا وميرسي فيها لإلكم. اليوم، وإن شاء الله أكيد كمان يكون ميرسي في لقاء تاني لنحكي بمواضيع تهم أكيد كل عائلة وكل مراهق، خلينا نقول، أو بأي جانب نفسي نحكي فيه. أكيد أكيد. ميرسي كتير لإلكم وميرسي كتير للمشاهدين. ميرسي Thank you. ميرسي أنجلا، شكرا كتير. تودي ساقي لي أرحيدا أنجلا برهوش كنت وقت يوم ما أعمين وتكت يوم مسمسموني سو نفشوني تدمود على لنزتر على الرغشة تكون قبو عمرو دي مرهقة أو دقا دودة تكون قابية كبار ما بحروني أو محاية كنشيو يتكون حضورية دمنا لا تودي ساقي على الكل أي دعوسو دمش توتف لأبا أعمينا وما كملين أعمي خو حزوية سوبر تي في بصر مضعرينا مي أفتو.